نصيحتي برضو عشان خاطر الناس اللي هي بتشتري كاميرا وعدسة جديدة، لابد الاول تكون محدد المحور اللي هتشتغل فيه. يعني قبل ما اشتري واكلف نفسي واقعد اجرب واجيب عدسات مختلفة عن بعضها، لابد يكون انت حددت المحور اللي بتحبه او اللي انت هتمارس فيه. ممكن يكون عملك مش شرط هوايتك بس. فلو هشتغل لاندسكيب لازم يكون عندي عدسة عريضة، الشاملة بتكفي، انما العريضة او الواسعه يعني الوايد بيكون افضل جدا في تصوير اللاندسكيب. وبالتالي برضو لو انا هعملها تجارية تصوير الحفلات وكده. لو هشتغل بورتريه يهمني يكون عندي عدسة فيها فتحة عدسة واسعة علشان خاطر احصل على العزل اللي بيدي رونق للبورتريه. فممكن تكون غالية شوية انما هي الاميز في التصوير اللي هو البورتريه. لو هشتغل اطعمة ممكن اشتغل اطعمة بالعدسة اللي هي البورتريه، او اشتغل بعدسة ماكرو. يعني الماكرو هتفيدني في تصوير الماكرو وتفيدني في تصوير الاطعمة. الاطعمة بيكون ليها رونق جدا برضه لما يكون انت عندك المقدمة فيها فوكس ويكون المؤخرة فيها عزل. صح بعض الناس اللي هي تجار او اللي هم اصحاب المحلات انت بتصور لهم يقول لك انا عايز الطبق كله ظاهر، لا مش شرط. انت اقنعه ان العين بتبقى مركزة على اهم حاجة في الطبق، خلي عليها الفوكس وخليها في المقدمة، اقنعه بكده. ما اقتنعش خلاص قدمت النصيحة دي. يعني ده بالنسبة لتصوير اللي هو الاطعمة او الماكرو. طبعا 70-200 دي خليها عندك ثابته، يعني اللي يقدر يجيب 70-200 يبقى ديت يعني العدسه اللي هي اللي يشيلها في اي مكان، هي والعدسه الشامله اللي بتيجي دايما مع الكاميرا. طبعا التصوير بقى اللي هو الطيور او بصور حياه يعني اللي هي الحيوانات وكده، دي بتكلفك وانت هتجيب، يعني هتجيب لو انت غاوي فاكيد هتجيب عدسه زوم. حاليا اقل من 400 ما ينفعش، يعني انت 600-800 عشان تصور الحيوانات وكده، وتكون طبعا حاول شويه قبل ما تجيب وتجرب وترمي وهات حاجه غاليه ومناسبه. اعتقد ده بصفه عامه لاختيار العدسه. العدسه لو كويسه اي كاميرا معاك هتنفع، اي عدسه هتجيبها مش مناسبه للمحور بتاعك هتحس انها وحشه، انما لو انت جبت عدسه مناسبه لمحورك اكيد هتستمتع.